واحد يطلب نسيب فلوس من آل زيرج، يطلب لي فلوس، يطلب لي فلوس، هو جاء علي أنا هددني بالتهديد وأخذ بيتي بالسلاح، بتهديد السلاح، أخذ بيتي مني، وهاي تشوفوا الغلاظة بالشارع. بالقاضي. وهاي هددني بقاضي تمييز الساحة، قال تمييز الأول، قال يعدمك ويقتلك أنت وعائلتي وخلاني أتنازل عن بيتي. وابو مجاهد، ابو مجاهد الرجال لا شايفته ولا عرفه، هو قال هددني بي اذا يشوفون هذا المقطع يظون يهددون باسمهم بعد بكيفهم. رحت لابو هاشم، رحت للمكتب للحنانه وسويت معامله وقلت لهم ما ادري الجواب ولا مناشد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، انا مره صابئيه من خليل ينظر بعين الابوه علينا فدور وحده ويطي العافيه، يعني ايش يسوون بالعالم؟ يعني وين القانون؟ وين الحكومه؟